قراءة آيات القرآن من دون تقديس أعمى هي من الأشياء اللي قدرت أعملها فقط لأني سمحت لنفسي بالتشكيك. واللي تابع حلقاتي السابقة أو قناتي بشكل عام بيعرف أنه عندي أسباب أكثر من كافية للتشكيك. اليوم رح شارك معكم بعض الأشياء اللي لقيتها بالقرآن لما بلشت أقرأ من دون تقديس أعمى. أثناء الحروب الإسلامية بفترة حياة محمد كان في قانون إلهي للمجاهدين أو المقاتلين المسلمين. القانون هو إن كان المسلمون 20 بالعدد فوجب عليهم قتال الكفار وإن كانوا 200 بالعدد، وإن كان الكفار 1000 بالعدد وكان المسلمون 100 فقط فوجب عليهم القتال أيضا، وما بيقدروا يهربوا من هاي الحرب وجب عليهم القتال. بمعنى إذا أجوا الكفار 1000 جندي ونحن ما عندنا غير 100 لازم نقاتل، وإذا أجوا الكفار 200 جندي ونحن ما عندنا غير 20 وجب علينا القتال. الآية اللي بتقول يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبون 200 وإن يكن منكم 100 يغلبون 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. فإن كنتم أنتم 20 فقط بتقدروا تغلبوا 200 ويجب عليكم قتالهم، وإن كنتم 100 بالعدد وكان الكفار 1000 فأيضا وجب عليكم القتال لأنهم قوم لا يفقهون. لكن على ما يبدو الكفار كانوا قوم يفقهون واستحر الذبح بالمسلمين، لأنه منطقيا وبالعدد 20 شخص ما بيقدروا يصمدوا قدام 200 ولا 100 شخص بيقدروا يصمدوا قدام 1000، فالمسلمين كانوا عم يذبحوا بسهولة بهذه الحروب. وشق ذلك على المسلمين وراحوا اشتكوا للرسول وقالوا له يا محمد ما عم بيمشي الحال، شوفت عينك 20 ما عم بيقدروا يقتلوا 200 ولا 100 عم بيقدروا يقتلوا 1000، حللنا المشكلة. فأنزل الله حكما جديدا، الآية بتقول الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم هاي الحكم الجديد 100 صابرة يغلبون 200 100 بيغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبون 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. فمن بعد اتضاح فشل القانون القديم أتى الله بقانون جديد وأرقام جديدة اللي هي 100 يغلبون 200 و1000 يغلبون 2000 بإذن الله. وهي الآيات فيها مشكلتين لا يمكن الخروج منهم أبدا. أول مشكلة هي فشل استباق المعرفة. الله لما قال لهم أنتوا 20 بيقتلوا 200 و100 بيقتلوا 1000 كان هو مفكر أنه هذا الشيء فعلا بيصير، كان هو متوقع أنه هذا الشيء عن جد يحصل، لكن لما شافهم عم يتدبحوا للمسلمين اتعلم أنه ما عم يمشي الحال وفي شيء غلط ولازم نعدل الأرقام. لذلك الآية الجديدة بتقول الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف. الآن علم الله أن فيكم ضعف، بمعنى أنه لم يكن يعلم، الله ما كان بيعرف، كان هو متوقع أن 20 رح يقتلوا 200 و100 رح يقتلوا 1000، لكن الآن علم الله أن فيكم ضعف. والمشكلة الثانية التي تفهم من هذه الآيات أن 20 من المسلمين لا يستطيعون الانتصار على 200 ولا 100 يستطيعون الانتصار على 1000 حتى ولو كان الله معهم، لأنه الله واضح أنه هو لما كتب هاي الآيات كان متوقع أن ينتصروا لأنه هو معهم، ما هن مسلمين عم يقاتلوا مع طرف الله، لكن لا يستطيعون الانتصار حتى ولو كان الله معهم. فلذلك أجبر الله على تعديل الآيات وتعديل الأرقام لحتى يصير في تكافؤ. نطالب الإسلام أتى لإنهاء الوثنية وعبادة الأصنام. الأصنام والتماثيل هي أشياء العرب القدامى صنعوها لأنه كانوا متخيلين أنه هيك شكل الآلهة تبعهم، فهنم بيعرفوا أنه هاي الأصنام ما بتعمل أي شيء، وكانوا بيعتقدوا أن الإله تبعهم بالسماء، وكانوا يستخدموا كلمات مثل الله واللهم وإلى آخره، فهنم ما بيعبدوا الأصنام. وتاريخيا ما في شيء اسمه عبادة أصنام، مثل ما تاريخيا ما في شيء اسمه الجاهلية. هي كلها إسقاطات إسلامية أتت لأنها كانت مرحلة ما قبل الإسلام فسموها المسلمين بالجاهلية، لكن ما في شيء اسمه جاهلية. حتى مثل اليونانيين اللي عندهم تماثيل كتير لزوس وكرونوس وإلى آخره وأثينا، لكن هن بيعرفوا أنه هي الآلهة بالسماء، ولكن الصلاة والدعاء بالقرب من هذه الأصنام سيكون لها تأثير أفضل أو تأثير مميز للآلهة. الإسلام طبعا إجا ليلغي هالأشياء كلها ويكون العبادة لإله واحد فقط وليس له أي صنم أو تمثال على الأرض. ولكن في عنا مكان اسمه الكعبة، وهي الكعبة تحتوي على حجر مقدس، والصلاة والدعاء بالقرب من هذه الأشياء سيكون له تأثير أفضل للتواصل مع الإله. في وضوح شوي بالموضوع، خلينا نوضح الصورة أكثر. شو الفرق بين هذا المنظر وهذا المنظر؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. هذا هو مفهوم الوثنية، الصلاة والدعاء بالقرب من أشياء تجعل التواصل مع ذلك الإله مميز أكثر أو أفضل. فعلى ما يبدو الإسلام لم يأتي لإنهاء الوثنية وعبادة الأصنام، وإنما للإبقاء على طقس واحد منها فقط.
بالمرحلة الأولى من الإسلام بمكة عندما كان محمد يتلو الآيات على أتباعه، أتباعه اللي معدودين على الأيدي طبعا، كان يجيب لهم كتير روايات من الدين المسيحي واليهودي أو من حضارات سابقة، لكن هدول الأتباع ما كان عندهم معرفة بهذا الشيء لأنه كانوا ناس بسيطين، وكان يشوفوا روعة كبيرة بهي الآيات لدرجة أنهم ياخدوهم يروحوا لعند أهل قريش الكفار ويعرضوا الآيات عليهم ويقولوا لهم شوفوا النبي تبعنا شو عم يجيب. فصاروا يستهزئوا ويضحكوا على هي الآيات ويقولوا لهم محمد ما عم يجيب أي شيء جديد، هذا الكلام كله موجود بأديان سابقة وحضارات سابقة. فنزلت بهم الآية التي تقول وإذ تتلى عليهم آياتنا الكفار قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. لكن على استمرار الموضوع الناس فعلا بلشت تتشكك بكلام محمد، وعلى ما يبدو حتى أتباع محمد صاروا يشوفوا أنه فعلا أنت ما عم تجيب أي شيء جديد، كلامك كله موجود بحضارات تانية أو أديان تانية. فالله جاب لهم الحل المثالي وقال إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها، يستهزأ بمعنى ينضحك عليها استهزاء، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيرهم إنكم إذا مثلهم. فالحل الإلهي الوحيد لا تسمعوا كلام الكفار اللي عم يأرجوكم بالدليل انه كلام محمد هو اساطير الاولين، واذا بتقعدوا معهم او بتسمعوا كلامهم بدي احطكم بالنار. حل جيد. ومحمد بلش يجيب للكفار ايات تسمى بايات الوعيد، ايات العذاب والتهديد والوعيد. الله رح يعمل فيكم مثل ما عمل بقوم عاد وثمود، رح يعمل فيكم مثل ما عمل بقوم نوح، رح يجيب لكم الاعاصير والزلازل ويرجيكم والى اخره. لكن بعض المثقفين من اهل قريش كانوا بيعرفوا ان محمد ليس على شيء، وكان عندهم ثقه انه هو ما له رسول ولا هو اي شيء، فاجوا لعنده لمحمد وتحدوا، قالوا له هذا التخويف والعذاب والوعيد اتينا به يا محمد، ما عندنا مشكله، عمل شو ما بدك فينا، انزل علينا حجاره من السماء، عذبنا باي طريقه، اغرقنا شو ما بدك، نحن جاهزين، تفضل ارجينا الهك شو بيقدر يعمل. فنزلت بهم الايه التي تقول اذ قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك، يعني ان كان فعلا هو محمد على حق هو رسول من عندك، فامطر علينا حجاره من السماء او اتنا بعذاب اليم. وفي ايات اخرى طبعا بتتكلم على تعجلهم للعذاب وعلى تحديهم لمحمد بشكل عام ان اتنا بعذاب اليم. فاهل قريش هلا بحاله انتظار وين العذاب الاليم، وين الشغلات هيعملها محمد. لكن اجى الجواب اللي بيقول وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، يعني الله ما حيعذب اهل قريش لانه انت قاعد بيناتهم يا محمد، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وهنا يتجلى فشل الوعيد، بغض النظر عن أن الآيات واضحة بشكل تام أنها صناعة بشرية وأنه بس إنسان عم بيحاول يقول أي شيء ليحفظ ماء وجهه، بغض النظر عن هذا الشيء خلونا نركز بس على الآية اللي بتقول وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، تعود الأنت لمحمد هنا. محمد بمحاولة حفظ ماء وجهه بهي الآية أنزل إلهه بسقطة لا يمكن الخروج منها. يفهم من هي الآية بشكل واضح أنه الله قادر على تعذيب هؤلاء القوم وبده يعني راغب بتعذيب هؤلاء القوم، لكن ما منعه إلا أن محمد بينهم، ما لقى أي طريقة يعذب قوم معينين من دون ما يؤذي شخص قاعد بيناتهم. هل هذا كلام منطقي؟ هذه الآية يفهم منها الآتي، إما أن هذا الإله ليس كلي الحكمة، ذكاؤه محدود، أو هو ليس كلي القدرة، ما بيقدر يعمل هذا الشيء، أو هذا استنتاجي الخاص ليس موجود وعندنا شخص فقط من 1500 سنة مستعد يقول أي شيء ليحفظنا وجهه. تذكروا بالحلقة السابقة لما قلت مصابيح الله حطها على أول سماء فقط، وبنفس الوقت هي أسهم بيستخدمها ليضرب الشياطين، هذا موضوع هنتكلم عنه بفيديو تاني. وها نحن ذا في آيات كتيب القرآن بتحكي بشكل واضح أنه شياطين الأرض بتسافر للسماوات لحتى تسمع الملأ الأعلى، بيحاولوا يسمعوا كلام الله والملائكة لحتى يعرفوا المستقبل، لكن الله عمل خطة لحتى يمنع الشياطين من الاستماع لهذه الأشياء. الآية اللي بتقول ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. مصابيح يعني نجوم. بداية القرآن ما عنده تفرقة أبدا بين النجوم والشموس والمجرات، كل شيء نحن بنشوفه بهي السماء الأولى هي فقط مصابيح، أشياء صغيرة اسمها نجوم، وهي النجوم أحيانا الله بيضرب فيها الشياطين اللي عم يتسللوا ليسمعوا كلامه، وهذا الشيء بيفسر ظاهرة الشهب حسب القرآن. لكن مهم مشكلتنا، مشكلتنا انه اذا سالنا اي اخ مسلم ما هي الشياطين بيقولوا لنا هي اشياء غيبيه غير ماديه، نحن فقط نؤمن بوجودها وما في مشكله. لكن الله لما بده يعذب او لما بده يعاقب هؤلاء الشياطين المتسللين للسماء بيضربهم باشياء ماديه، وهذا شيء غريب كثير. اذا الشيطان هو شيء غير مادي كيف ممكن ينأذى بالشهب او بالنجوم سموه شو ما بدكم اللي هي ماديه من قلب الكون تبعنا؟ بتمنى حدا من إخوة الدعاة يشرح لنا هذا الموضوع. لكن فشل الحراسة ليس هنا، فشل الحراسة يأتي من الآيات التالية ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعناه شهابا مبين. هي الآية نركز عليها، إلا من استرق السمع،
آية تانية: وأن لمسنا السماء، هون الجن يتكلمون أو الشياطين، فوجدناها ملئت حرسا شديدة وشهبة، وأن كنا نقعد منها مقاعدا للسمع. يعني إحنا كنا نقعد لحتى نستمع للملأ الأعلى أو أخبار الله والملائكة. فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. يلي بيستمع من هدول الشياطين ضغري بفورا بيجي شهاب. الآية الأخيرة: إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظناها من كل شيطان مارد لنصل لعند إلا من خطف الخطفة فأتبعناه شهاب ثاقب. وجود هذه الآيات التي تصف بشكل واضح أن الشياطين أحيانا فعلا تسترق السمع وأحيانا فعلا تسمع كلام الله، دليل على أن الخطة الإلهية فاشلة. الله قادر على كل شيء، كلي المواصفات، حط خطة ليمنع الشياطين من الاستماع لكلامه، لكن الخطة أحيانا بتفشل. كيف ممكن هيك شيء يحصل؟ وإذا في حدا مستغرب كيف هذا الشيء حصل، خلوني أعرفكم على الحديث الصحيح اللي بيصف مو فقط فشل الخطة الإلهية، بيصف أيضا أنه أحيانا الله ما بيصيب الشيطان الصحيح، وهذا الشيطان يأتي بهذه المعلومات إلى المنجمين والسحرة. وهذا الشيء بيفسر حسب المعتقد الإسلامي ليش بعض المنجمين أحيانا بيقدروا فعلا يتوقعوا المستقبل، لأنه الشيطان هو اللي عم يجيب لهم المعلومات. أول مرة قرأت هاي الآيات وفكرت فيهم من دون تقديس أعمى، حسيت حالي عم اتفرج على حلقة كرتونية من قناة سبيستون كوكب الأطفال، حلقة مكتوبة على أيدي ناس بتآمن بأشياء سخيفة وبيعرفوا أنه مكتوب للأطفال فقط. لما الله بيصرح لنا بأكل بعض الأنعام، هذا الشيء يبدو على أنه ما فيه أي مشكلة أبداً، نحن كبشر من يوم يوم نمنأكل الحيوانات، وحتى الحيوانات أيضاً بتأكل بعضها، فما في مشكلة بالموضوع. لكن مشكلة بتبلش لما نصير نفكر بهذا الشيء بطريقة منطقية. إذا الله ما عنده أي مشكلة نحن نقتل الأنعام وناكلهم، ليش ليخلقهم بطريقة أنه عندهم جهاز عصبي كامل بيشعر بالألم مثله مثل الإنسان تماما؟ ليش ليخلق لهم عقول بيقدروا يستوعبوا فيها نفسهم والأشياء اللي حواليهم ويشعروا بالخوف والحب والألم؟ الحيوانات أذكى بكثير مما نحن متخيلين. حيوانات بتقدر تخزن معلومات ويصير عندها ذاكرة. الحيوانات بيقدروا يتعلموا أشياء مثل أطفال البشر، والحيوانات عندهم شخصيات خاصة فيهم أيضا مثل البشر، وبيقدروا يحلموا حتى لما بيناموا. لما كنت صغير بفترة العيد ما بعد رمضان، شفت لحام أو جزار عم يتبح خروف. اللي صار بهذا الخروف بغض النظر عنه طبعا كان مو شيء قدامي اللي شفته عم بيصير بالقطيع اللي عم يتفرج على هذا الخروف عم يندبح. أغلب هذا القطيع من خوفه أخرج ما في بطونه، يعني عمل نمبر 2 على حاله، والبعض منهم ضل يصرخ لمرحلة البكاء. فليش الله إذا ما عنده مشكلة إحنا نقتل حيوانات وناكلها يخلقهم بهي الطريقة؟ رصدي لماذا يحصل عند ذبح الإبل أو البقر أو أي نوع من أنواع الأنعام وردت فعل أبناء نوعهم من حولهم بسبب هي المشكلة فقط. ما عندي أي شك بقلبي أنه إن كان الله فعلا موجود فهو إما ليس كلي الرحمة أو ليس كلي الحكمة بس لخلقه للحيوانات بهي الطريقة. بالنهاية قد يكون هناك فعلا خالق للكون، لكننا لا نعلم إن كان حقا موجود أو لماذا نحن هنا. أجدادنا عانوا مع هذا النوع من التفكير ووصلوا لمرحلة أنهم يعملوا تماثيل وأصنام بتشكل شو شكل هذا الإله حسب تصورهم، ويكتبوا كتب حتى لتصف شو هو هذا الإله وما متطلبات هذا الإله. اليوم بوقتنا الحالي هي الكتب نحن بنسميها كتب مقدسة، ومنتجاهل كل التجاهل أنه واضحة أنها صناعة بشرية. أفكار هذه الكتب تتماشى تماما مع جهل أفكار أجدادنا السابقين، لأننا خايفين بكل بساطة من نفس الأسئلة اللي كانوا خايفين منها أجدادنا، خايفين من الأسئلة التي يبدو على أنه لا يوجد إجابة عنها. هل هناك خالق للكون؟ ما شكل هذا الخالق؟ ولماذا نحن هنا؟ وأفضل طريقة على ما يبدو لوصول هذه الأجوبة هي أنه تحبوا بقلبكم بس تفكروا بعقلكم. Peace. وللتذكير لا تشاركوا هذا الفيديو إذا أنتم عايشين بدول إسلامية أو بمجتمع إسلامي لو ممكن يكون له تأثيرات سلبية على حياتكم. فيكن تعملوا إعجاب، فيكن تكتبوا تعليق باسم وهمي، لكن مشاركة يكونوا حذرين فيها شوي.